مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. عدن الغد، من المواقع المحلية، متنفذون في عدن يقيمون منازلهم وسط الطريق المؤدي إلى جزيرة العمال. من صحوانيت، ميليشيا الحوثي تعتقل سكان عمارة في إب بحثا عن مالكها. وفي أخبارنا المنوعة، الدي دبليو، الرئيس الأمريكي لا يحفظ اسم وزير دفاعه. منذ 10 أغسطس، وهو اليوم الذي خرج فيه آخر رجالات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من عدن، والمدينة تتعرض لكل أساليب النهب وفقا لموقع عدن الغد الذي أورد آخر عملية سطو على شارع. أعمال بسط على الشارع العام بجزيرة العمال، وقال الموقع: تعرض الشارع العام بجزيرة العمال خلال الأيام الثلاثة الماضية لأعمال بسط هي الأغرب. وأكد عدن الغد أن متنفذين قاموا بالبناء على طرف الشارع الموصل إلى جزيرة العمال وفي موقع لم يتم فيه البناء من قبل. وقال سكان محليون إن البناء تم على ضفة البحر والشارع العام بمدخل الجزيرة، وهذه ليست المرة الأولى، فقد تعرضت الجزيرة لأعمال نهب وبسط غير مشروع خلال السنوات الماضية. كما هو حال ميليشيا الحوثي في الشمال عند سيطرتها على العاصمة ومحاولة تغييرها المناهج الدراسية لزرع أفكار طائفية، ها هي ميليشيا المجلس الانتقالي تحاول هي أيضا تغيير المناهج الدراسية في العاصمة المؤقتة. فقد قال موقع المصدر أونلاين إن وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية اتهمت المجلس الانتقالي الجنوبي بالسعي نحو تسميم عقل الطلاب اليمنيين. وعبر مصدر مسؤول في الوزارة عن إدانتها واستنكارها لما يسعى إليه المجلس الانتقالي من تغيير المناهج الدراسية بطريقة هدامة لفكر الطالب اليمني وهويته ووطنيته ومستقبله. وقال المصدر أونلاين إن الوزارة تابعت المساعي الخطيرة التي يقوم بها بما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بإعلانه الشروع في تغيير مناهج التعليم العام من خلال إقراره تعديل المناهج الدراسية وحذف بعض الدروس. ولفت المصدر إلى أن ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتبنيه لمشروع تغيير المنهج الدراسي فإنه يشارك ميليشيا الحوثي في تسميم عقل الطالب اليمني ويساهم في التعدي على التعليم في اليمن بتضمينه الشعارات والأفكار الهدامة. وأشار المصدر إلى أن الميليشيا المسلحة تسعى إلى غزو أدمغة الطلاب ليكونوا أدوات عنف لتحقيق أغراضهم دون مراعاة أو احترام لكل القوانين والمواثيق الدولية. الانتقالي يغير الروتين وليس المنهج. تحت هذا العنوان كتب نبيل عبد الله ما قاله المنشور في عدن الغد، والذي قال فيه: في مقر قيادة الانتقالي والأمانة العامة التابعة له، يجتمع الموظفون بشكل يومي في مؤسسات يفترض أنها تدير مرحلة انتقالية وتحكم مناطق تقع تحت سيطرتها، ولكن في حقيقة الأمر يكون الاجتماع فقط لتبادل الحديث واحتساء الشاي. قبل سيطرة التشكيلات المسلحة التابعة للإمارات على عدن، كان الانتقالي يبدع في اختلاق أنشطته المصحوبة بالمواكب والفرق الموسيقية والمراسيم، أما الآن فقد انتهى كل ذلك. ولكي لا ينسى الناس أن هناك انتقالي لا يزال يعمل من التواهي، يتم دعوة هذا أو ذاك واللقاء به من أجل الخروج بعنوان محتواه: التقى، استقبل، بحث، استمع، وعلى هذا المنوال. هذا الروتين أصبح مملاً، فهناك قيادة لا تقود حتى نقطة النفق التي أمامها، تشعر بأنه لابد من شيء يكسر هذا الروتين الممل ويشعرهم بأنهم فعلا يجيدون الدور الذي يتقمصونه. ولهذا شكل الانتقالي لجنة تنظيم وتنضيد المنهج الدراسي. أستغرب أن هناك من أخذ الأمر بجدية، فمن يعرف حقيقة الانتقالي وتركيبته ومهمته سيدرك أن قرار تشكيل هذه اللجنة مجرد نكتة طبيعية لكسر الروتين الممل الذي يعيشونه. في مثل هذا الشهر قبل 5 أعوام احتلت ميليشيا الحوثي محافظة إب، ومنذ ذلك اليوم وهي تمارس الانتهاكات اليومية. ونطالع من موقع الصحوانت: ميليشيا الحوثي تقتحم عمارة سكنية في إب وتختطف سكانها،
وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية اختطفت عددا من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات يومية يتعرض لها الأهالي بالمحافظة الخاضعة لسيطرتهم. وقالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية اختطفت سكان العمارة بعد خلاف بين مالك العمارة والحوثيين بشأن جبايات مالية تحت مسمى الضرائب. وأقدمت الميليشيا على خطف السكان في واحدة من الغرائب التي لم يعرفها الأهالي بالمدينة منذ سنوات، حيث لا علاقة لهم بخلاف مالك البيت مع الميليشيا. وفرضت ميليشيا الحوثي على ملاك العقارات السكنية إيجار شهر كامل من العام كضرائب عقارات استحدثتها الميليشيا في المحافظة التي تشهد انتهاكات يومية منذ سيطرة الانقلابيين عليها. يشبه ما حدث في مستشفى الثورة ما نشاهده في أفلام العصابات، وقد أوردت الحادثة صحيفة العربي الجديد. عصابة مسلحة تقتحم أكبر مستشفى حكومي في صنعاء، وقالت الصحيفة إن عصابة مسلحة مجهولة الهوية أقدمت مساء الثلاثاء على اقتحام أكبر مستشفى حكومي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بهدف تهريب مصاب متهم بجريمة قتل يتلقى العلاج. وقال مصدر في هيئة مستشفى الثورة العام الحكومي إن أكثر من 20 مسلحا بينهم نساء اقتحموا المستشفى من أجل تهريب شخص يتلقى العلاج في قسم الجراحة نتيجة إصابته بطلق ناري أثناء تنفيذه لجريمة قتل. وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية أن نحو 10 مسلحين دخلوا من بوابة الطوارئ التابعة للمستشفى بعد إجبار الحراسة الأمنية على الاستسلام تحت تهديد السلاح، في حين توجهت مجموعة من النساء المرافقات للعصابة إلى البوابة الداخلية لتهريب المتهم بالقتل من غرفة الإفاقة في قسم الجراحة. ولفت إلى أن بقية المسلحين جمعوا الأطباء والممرضين وهددوهم بالقتل إذا حاولوا إبلاغ مركز الأمن، وتسببت حادثة اقتحام المستشفى بحالة من الذعر. قالت إحدى طالبات الامتياز في كلية الطب والتي كانت في المستشفى أثناء الاقتحام: حاولت مع زميلاتي بداية الاقتحام المسلح الخروج على الفور من قسم الطوارئ، إلا أن المسلحين صوبوا بنادق الكلاشينكوف على رؤوسنا مهددين بقتلنا جميعا حال التحرك أو إجراء أي مكالمة هاتفية، مشيرة إلى أن المسلحين اقتحموا المستشفى أثناء تناول الحراسة الأمنية لوجبة الغداء، وهو ما سهل عملية الاقتحام. بعد القرن العروبي والقومي جاء قرن الصراعات المذهبية. تحت هذا العنوان كتب صالح القلاب مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: معروف أن القرن العشرين بدءا بما بعد ثلاثينياته كان قرن الظاهرة القومية وأحزابها الرئيسية كحزب البعث الذي كان قد تأسس في عام 1947 وانطلق من دمشق ليشمل ما يسمى بلاد الشام كلها ومعها العراق، وليصل لاحقا وبخاصة بعدما بات يحكم في سوريا وفي بلاد الرافدين إلى اليمن وإلى السودان ومصر وبعض دول الخليج العربي ودول أفريقيا العربية كالمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا. وهذا ينطبق وإن على نحو أكثر تواضعا على حركة القوميين العرب بقيادة الدكتور جورج حبش التي لم تحكم إلا في شطر اليمن الجنوبي، وحيث تحولت هذه الحركة لاحقا في عهد سالم ربيع علي وعلي ناصر محمد وعلي سالم البيض ومجموعة من الذين تمت تصفيتهم فيما يسمى مذبحة المكتب السياسي في عدن إلى حركة شيوعية ماركسية لينينية تابعة للاتحاد السوفيتي. المقصود بهذا الاستعراض هو أن القرن العشرين كان قرناً قومياً بصورة عامة، وإن أكثر الدول العربية التي أنشئت في بدايات هذا القرن كالمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة الفيصلية في العراق وأيضاً المملكة السنوسية في ليبيا كانت كلها دولاً قومية. وهكذا وعلى هذا الأساس فإن ما يسمى الظاهرة المذهبية كانت غائبة غياباً كاملاً على مدى سنوات القرن الماضي، حيث أن الأشقاء الشيعة ومعهم العلويون والدروز والإسماعيليون وأيضاً المسيحيون بكل مكوناتهم كانوا جزءاً رئيسياً وأساسياً من حركة التحرر العربي، وأنهم كانوا من الأكثر حماساً للدعوة للقومية العربية. هذا يعني وبصورة عامة أن القرن العشرين كان قرناً قومياً وعروبياً
وأن الآفة الطائفية لم تظهر إلا بعد انتصار الثورة الخميلية في إيران عام 1979، وأنها لم تأخذ هذه الأبعاد الخطيرة إلا بعدما غيرت طهران استراتيجيتها بعد هزيمتها في حرب 8 أعوام مع العراق، وبادرت إلى إنشاء البؤر المذهبية التي باتت تشكل امتداداً لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفي بعض دول الخليج العربي. لا تنتهي قصة الدكتاتور بموته، بل تستمر المآسي التي صنعها إلى ما لا نهاية. وإليكم قصة أحدهم. فعلى مدار عقود كان موقع قبر الدكتاتور الراحل جنرال فرانسيسكو فرانكو محل جدل كبير في أسبانيا، وعنون موقع البي بي سي: لماذا تنقل أسبانيا رفات الدكتاتور فرانكو؟ حكم فرانكو أسبانيا منذ عام 1939 حتى وفاته عام 1975، ودفن في ضريح ضخم يحمل اسم وادي الشهداء في ضواحي مدريد، لكن موقع المقبرة تحول إلى قبلة لليمين المتطرف، وهو ما يرفضه الكثير من الأسبان. وتنوي الحكومة الاشتراكية الحالية نقل رفات فرانكو إلى جوار زوجته في مقبرة في مدريد، ويتوقع أن تستمر عملية استخراج الرفات 3 ساعات، ويرجح أن تنقل في طائرة عمودية لتجنب تنظيم أي احتجاجات في طريقها. وحاولت أسرة فرانكو واليمينيون المتشددون منع نقل الرفاه، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. انتصر فرانكو في الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن الماضي التي اندلعت بسبب انقلابه على الحكومة اليسارية المنتخبة، وأسس نظاما استبداديا ونصب نفسه رأسا للدولة، وظل قابضا على الحكم حتى وفاته. ثم انتقلت أسبانيا بعدها إلى الديمقراطية، ورغم إرساء النظام الديمقراطي حاليا إلا أن شبح حقبة فرانكو ما زال يطارد البلاد، وثمة اتفاق نسيان غير مكتوب أرسي مع مرحلة الانتقال الديمقراطي، وأزيلت كل تماثيل فرانكو، وغيرت أسماء الشوارع، ودفن جسده في وادي الشهداء مع عشرات الآلاف من ضحايا الحرب الأهلية من الجانبين. لكن عددا كبيرا من الأسبان يرى أن المكان تجسيدا لانتصار القوات الموالية لفرانكو على معارضيه الجمهوريين، كما أن جزءا من الضريح بني على يد السجناء السياسيين الذين استغلتهم حقبة فرانكو كعمالة إجبارية. ويعتبر اليمينيون المتشددون محل دفن فرانكو ضريحا يزورونه كنوع من التقدير للدكتاتور الراحل، كما يجتمعون فيه لإحياء ذكرى وفاته. لكن الحكومة الاشتراكية الحالية التي أتت للحكم في يونيو الماضي جعلت نقل رفات فرانكو إلى مقبرة أقل أهمية على رأس وعودها. عن القادة الذين يلعبون دورا جنونيا لإيصال رسالة مفادها أنهم لا يأبهون لشيء، كتب عثمان مرقني ما قاله الشرق في الشرق الأوسط مضيفا: ضمن النظريات الحديثة نسبيا في العلوم السياسية هناك نظرية تعرف باسم نظرية الرجل المجنون، تستخدم لتفسير التصرفات الجامحة المتعمدة لبعض السياسيين الذين يريدون فرض سياساتهم بأسلوب حافة الهاوية. وجوهر الفكرة يقوم على أن يتصرف المسؤول السياسي بطريقة تعطي الانطباع بالتقلب والانفعالية وعدم العقلانية وحتى الجنون السياسي، وذلك من أجل ترهيب الخصوم السياسيين وإثارة قلقهم من ردود فعل غير متوقعة تدفعهم لتقديم تنازلات له. في أذهان الكثير من الباحثين وقراء العلوم السياسية ارتبطت هذه الاستراتيجية أو النظرية أول ما ارتبطت بالرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون، بل إن هناك من يعتبره أباها الروحي إن لم يكن من أعطاها معناها الحقيقي من حيث الممارسة الفعلية في سياسته الخارجية. لكن الفكرة ذاتها قد تكون أقدم من ذلك بكثير، إذ وردت في ثنايا نظرية ميكافيلي في السياسة عندما تبنى مقولة: أحياناً قد يكون من الفطنة أن تتظاهر بالجنون. على أي حال، فإن النظرية تنسب إلى أسلوب نيكسون في السياسة الخارجية، لأنه أوحى لمسؤوليه أن يقولوا لكبار المسؤولين في الاتحاد السوفيتي السابق ولقادة فيتنام الشمالية أن الرئيس الأمريكي غير مستقر، وأنه مهووس فيما يتعلق بالشيوعية وتأكله يداه للضغط على الزر النووي، وذلك بهدف تخويفهم من عناد ساكن البيت الأبيض ودفعهم للتفكير في تقديم تنازلات
خوفاً من رد فعل مجنون غير متوقع. في ظل الزوابع المثارة حول الرئيس دونالد ترامب، عادت بعض وسائل الإعلام خصوصاً في الولايات المتحدة إلى هذه النظرية في محاولتها فهم أو تفسير سياسات الرئيس. صحيفة نيويورك تايمز مثلاً نشرت أن ترامب يمارس استراتيجية الرجل المخبول ويرى السياسة الخارجية مثل ما كان يرى عالم المال والأعمال، ففي الحالتين استراتيجيته هي الضغط على الطرف الآخر بشتى الوسائل والظهور بمظهر الرجل الفظ الذي لا يأبه لأي شيء ومستعد للقيام بأي عمل للوصول إلى هدفه. أصبحت أغنية بيبي شارك الشهيرة للأطفال هتافاً يتردد في أنحاء لبنان بحسب الشرق الأوسط بعدما أداها محتجون بمشاعر تلقائية لتهدئة طفل صغير حوصر وسط مظاهرة صاخبة. بدأ الأمر عندما وجدت إيلين جابور نفسها محاطة بجمهور من المحتجين بينما كانت تقود سيارتها في العاصمة اللبنانية في مطلع الأسبوع، فما كان منها إلا أن طلبت من المتظاهرين الكف عن الهتاف لأن ابنها الصغير روبن كان نائما في المقعد المجاور لها. وفي التو انطلق الحشد كما تقص إيلين في ترديد أغنية بيبي شارك، وأخذ المحتجون يحركون أيديهم في إشارات تشبه حركة السمكة مع ابتسامات واسعة على الوجوه. ويظهر تسجيل الفيديو الذي صورته إيلين وحقق بعد انتشارا واسعا مجموعة من نحو 20 شابا حول سيارتها يغنون للطفل الصغير الذي تملكته الدهشة بينما كان يمسك بزجاجة. وأظهرت تسجيلات الفيديو على تويتر متظاهرين وهم يلوحون بعالم لبنان ويهتفون في حماسة بالأغنية المحببة، حتى روبن الذي اتسعت عيناه في الفيديو ولم يبدي تأثرا كبيرا بكل الغناء والرقص من حوله، لكن والدته قالت إنه رغم علامات الحيرة عليه في الفيديو إلا أنه يضحك الآن كلما شاهده. مرة أخرى يخطئ ترامب في الأسماء نطقاً أو كتابة. هذه المرة خطأ ترامب أصاب وزير الدفاع الأمريكي مارك سبير بعد أن فشل الرئيس الأمريكي في ذكر الاسم بطريقة صحيحة، وعنون موقع دي دبليو ترامب لا يحفظ اسم وزير دفاعه. وقال الموقع إن قراء تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتادوا وجود إهانات أو تصريحات غير دقيقة أو أخطاء كتابية أو علامات تعجب مفرطة على حسابه، لكن تغريدته عن وزير دفاعه والوضع في سوريا تضمنت العديد من هذه الأمور، حيث بدأ بالخطأ في اسم وزير الدفاع وكتب اسم مارك سبرانتو على أنه وزير الدفاع الأمريكي. وسائل التواصل الاجتماعي سخرت على الفور من كون الرئيس لا يعرف على وجه الدقة اسم رئيس البنتاغون مارك سبير، ما دفع ترامب إلى حذف التغريدة. وكثيرا ما يخطئ ترامب في نطق أو تهجئة الأسماء، حتى أنه دعا زوجته ميلانيا باسم ميلاني في وقت سابق. أمل جديد تحت هذا العنوان نشرت مجلة الإيكونوميست تحليلها عن مصير الربيع في إحدى دوله، وجاء في المقال الذي نشرته الغد: مرت 8 أعوام صعبة منذ أن أطاحت تونس بدكتاتورها واعتنقت الديمقراطية في العام 2011، فما يزال الاقتصاد في حالة ركود، وما يزال الفساد مستوطنا، والإرهاب يظل مشكلة، والسياسيون خيبوا الآمال. لكن انتخاب قيس سعيد رئيسا للبلد في 13 من تشرين الأول أكتوبر جلب شعورا جديدا بالأمل، وبعد أن أصبح من الواضح أن السيد سعيد قد انتصر تجمع الآلاف من التونسيين في العاصمة وردد العديد منهم نفس الشعارات التي رددوها من 8 أعوام سابقا. وقد أشاد السيد سعيد نفسه بفوزه ووصفه بأنه ثورة جديدة. أما ما ستبدو عليه تلك الثورة فأمر تصعب معرفته. في كل من الشكل والمضمون يتحدى السيد سعيد التصنيفات السياسية السهلة، وكان أستاذ القانون المتقاعد البالغ من العمر 61 عاما قد خاض حملة انتخابية غريبة حقا، وألقى خطابات قوية باللغة العربية الفصحى. ومع أنه ليس لديه حزب سياسي فإنه فاز بدعم الجماعات العلمانية واليسارية وكذلك حزب النهضة والحزب الإسلامي المعتدل ليحتل الصدارة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 6 من تشرين الأول أكتوبر. هزم السيد سعيد نبيل القروي
رجل الأعمال الناري الذي أدار حملة شعبوية تستهدف الفقراء. وكان وصول اثنين من السياسيين من خارج المؤسسة إلى الجولة النهائية متغلبين على الكثير من الوجوه المألوفة بمثابة توبيخ للنخبة السياسية التونسية التقليدية. لكن العديد من الناخبين اعتبروا السيد قروي يواجه اتهامات بالفساد انتهازياً، وعلى النقيض من ذلك كان ينظر إلى السيد سعيد كشخصية رهبانية والتي ستستأصل الفساد وتنقض على المؤسسة. ومع أنه أنفق القليل على حملته الانتخابية فإنه فاز مع ذلك بنسبة 73% من الأصوات، بما في ذلك 90% من أصوات الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاماً. ولم يكن ما يقرب من ثلث مؤيديه قد صوتوا في الانتخابات البرلمانية، لكن الاقتراح الأكثر جرأة للرئيس المنتخب سوف يلغي مثل هذه الانتخابات. وبدلا من ذلك كما يقول يجب على التونسيين انتخاب مستشارين محليين على أساس شخصيتهم وليس أيديولوجيتهم، وسوف يختار هؤلاء المسؤولين ممثلين إقليميين يختارون بدورهم أعضاء جمعية وطنية. أجريت مراسم تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجة الإمبراطورية ماساكو في العاصمة اليابانية طوكيو بحضور شخصيات بارزة بينهم رؤساء وأفراد عائلات ملكية، وذلك بعد تخلي والده عن عرشه. نتابع صورا لجزء من مراسم التنصيب من صحيفة الغارديان البريطانية. رسوم الكاريكاتور قد تعبر عما بداخل صاحبها، ولكنها تترجم أيضا أحداثا وتسرد قصصا وتوصل معاناة. نتابع شيئا من ذلك. بهذه المجموعة من الرسوم وصور الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.